Tu vas Non, tefhamha? bien يجي sûr, bien لبالك، sûr. فوالا. المثقف مروه المعموري، مرحبا بك هيثم الحريري، صديقي قبل كل مرحبا شيء. أمير، مرحبا كيف الكل، مرحبا للمستمعين تاعنا الكل، وميرسي بور لانفيتاسيون. ما فما عندنا عندي حتى بدايدة. عندنا مدايده، عندنا مدايده اون بلوس كو سا، ما فما حتى مزيه، بالعكس ميرسي ليك انت اللي قبلت الدعوه باش تكون بحذانا. الغنايه اون اكسكلوزيفيتي اليوم باش تعدى معانا، ميرسي بوكو هيثم الحريري. شويخه باش تسمعوا غنايه بصوت مزيان برشا. قبل هذايا نحكيو على جديد هيثم تو سويت في اكتو ستار. اكتو ستار اي سيدي، جيتنا من اسبانيا. اي اش تعمل في اسبانيا؟ والله توا بور لو مومون استالي في برشلونة، لاني متعاقد مع مدير اعمال ومع شركة مع شركه انتاج، هي شركة أمريكية إسبانية اس ريكوردينغ، وتتعامل مع كذا كذا شركة أخرى، معناها كذا شركة بيزو مانجر لبناني. هي ما جيت دقيقة واحدة، مانجر شنو بالرسمي لبناني؟ لا مغربي، مغربي ما حد نتكلموا بألف لغة في معناها ما عادش نفرق، يخرج اسبانيول يخرج طليان يخرج انجليز عادي، خرجت كويتية خرجتي وانا جوستومون كنت شويه في الشرق وبعد دونك سافا معناها اللغات الكل. احكي لغات الكل الا نابوليتان، خاطر فما كان مروه تفهم. اي دار دونك سنجل هذا اللي عملته في اسبانيا. باهي احكي لنا ساعه تجربه في اسبانيا، علاش مشيت، علاش ما خرجت من تونس؟ والله شوف جات صدفه الحكايه، انا مشيت على اوديسيون في اوبرا برشلونة سيو، من جمله العباد اللي في الجوري كان، حتى ما يعملوا جوري صغير ويعملوا كي جوري شرفي او جوري كبير يزيد يعطي رايه في اللي يتقدم. دونك كي مشيت سمعني تري انتريسي، شاف الاسم عربي بيان سور، دونك هذا انا حس اللي هو سا بو اتر ديفيرون، دونك حاب يزيد يشوف يسمعني، حاب يزيد يسال يحكي معايا ويشوفني شنو نعمل وكذا. فقال لي راني معناها جو سوي انتريسي ونجمو نتعاملوا مع بعضنا. انا قلت بيان سور، قلت اي معناها ما، لكن ما زلت وقتها معناها مانيش متاكد ياسر، وخصوصا اني كي باش نروح لتونس وقتها ما كانت عندنا معناها عندي كذا معناها عندي وقتها ديزونجاجمون حفلات وكارتاج وقتها التورنادو، نحضر في التورنادو الكارتاج والجم، ونحضر في او ميم تون نحضر في تورناج تاع فيلم مع سيفاد الجزيري. ف الامور معناها قعدت شويه، قعدت يمكن هارين ثلاثه وروحت. هو عمل لوكيت نتاعو وهبط لتونس و كنت تري انتريسي مع اي هبطت سبيسيالمون و وكاو بعد جاب العقود وبدينا نخدموا وبديتوا تخدموا. دونك هنا هيثم نلقاوك في المارشي انترناسيونال، معناتها نلقاوك على الحمد لله في معناتها مثلا نقولوا كي نقولوا الاغنيه الجديده نتاعك تو كانون جاني، هذه الاغنيه هذه اللي عقدتني انا، دونك نلقاها باش تدور المارشي انترناسيونال، باش تعدى على البلاتفورم انترناسيونال الكل، دونك باش يسمعوها العالم الكل. نحكيو على فنان عالمي، باش تخرج بيان سور بور ليتي للصيف، باش تخرج لي فيرسيون ريميكسي. تو الالبوم، تو الالبوم اللي نخدمه عربي والا روبريز والا كلاسيك يخرج بلي فيرسيون تكنو هاوس الكترو سوغ ليتي. باش يكونوا فما دي كليب زاده، نحكيو على الكليب نتاع الاغنيه هذيا اللي باش تمثل معاك فيه، وصح عليك ميس شاين وميس اوروبا، هاي في الحذيري صديقي محلاك والمخرج الامريكاني. اسمعني وقت يجي لتونس شكون المخرج؟ المخرج تريفور الفادور من لوس انجلوس، عايش ما بين امريكا وبرشلونه، وهو اللي صور الكليب، صورته في برشلونه. باهي تو نحكيو فيه من بعد. هذايا شكون يمثل في الكليب؟ كيفاش امين هلال؟ هو يسال على ميس شاينا وميس مركز على هذيك، ما يهموش. اي حسيت المخرج تصور تصور برشلونه ميسي، عرفتي شكون هما؟ اي ميس اوروب معروف، ميس شاينا ماهيش صحيحه معناها مضروبه كوبي. باهي دونك علاش اخترت الغنية هذه الساعة من التورنادو من الالبوم الكل باش تصورها كليب؟
لا هي مش هذه برك تصور كليب، هي كل غنية تحضر تتصور بكا. معناها اما اخترت هذه في الـ في الـ في البارتي، حتى هو السبيكتاكل كبير معناها الكونسير فيه فيه معناها عدد كبير من الاغاني مش الكل مش يخرج في البوم بكا. والالبوم اخترنا انه يخرج تخرج بالغنية بالغنية باش تاخذ حظها وباش تدوروا دور كما دا صاير في العالم الكل، هذا كي تخرج يخرج غنيات ورا بعضهم مش تحركوا غنيات على حساب غنيات و اون بلوس اللي انا معناها من الاول استغربت ومن بعد فهمت شنو اللعبه، مي جماعه هذا ما يفادلكوش معناها انا نقول لكم الامريكان حضر الاستوديو اللي تم فيه النكساج في امريكا يمكن بعثوا لنا 20 25 فيرسيون ما تقول لي شو معناها entre 20 et 25 versions من الغنية واحدة من الغنية avec des filtrages différents avec des effets différents avec وجابوا واحد سبيسياليست في الاناليز فوكال باش يعطيهم لي فريكونس جوست على خاطر سيتي دو لوبيرا ماهيش غنية فاريتي فلي فريكونس نتاعها مختلفين. في الاخر بكل سمعوا لي اخر فيرسيون قلت لهم مش نعرف الغنيه قالوا لي شنو الديفو قلت لهم صوتي مش عاجبني ايفيكتيفمون خذينا استوديو في برشلونة وجبنا ان سبيسياليست في تسجيل الاوبرا باش عطاني يعني il fallait des distances معينين avec des micros spécifiques ما يتعاملوا كان جماعة الاوبرا في الاستوديو باش خرج الصوت فيلتري باش كي هما خدموا من بعد لي زيفي نتاعهم وكل شيء معناها تقريبا محتاجوش معناها الخدمه كبيره على الصوت الخدمه ديجا تعملت على الانسترومون دونك سيتي جوست وخرجت معناها بارفي. انا نتمنى لك وننتظر نجاح كبير في العالم هيثم الحذيري. خلينا نرجعوا ساعه هيثم، العباد اللي ما تعرفش هيثم الحذيري ولو انه العباد اللي مغرومه بالشويه بالفن ما تنجمش ما تكون ما تعرفش هيثم الحذيري بعد الباركور اللي عملته في تونس أبار الموسيقى أبار اللي أنت متخرج من الانستيتيو نتاع الموسيقى، نلقاوك في المسرح كممثل وكاتب نلقاوك في حدث أبو هريرة قال مسرحية الأداء ألي بابا، نحكيه على صاحب الأحمر الفيلم والمسرحية، نحكيه على بلاش، نحكيه على مراجل المسرحية اللي كتبتها أنت تلعب أنت الدور الرئيسي فيها اللي أنا الدغي الجوب تفرجت فيها مراجل. هيثم بعد هذايا باش تخليه المسرح باش تخلي الجو هذايا الهبلة متاع المسرح الكتيبة التمثيل في تونس وتخرج كريمال برا؟ لا هو شوفك انا خرجت راهو معناها خرجت ما ثماش انقطاع مع تونس هي الحكايه كلها انا كنت في تونس ونمشي ونجي تقريبا كل شهر برا على دي زونجاجمون معناها ديفيرون قلت في عوض باش نسكن هنا نولي جو مانستال غادي لاكسي لوروب اسهل لي واي حاجه تكون في تونس اي بروجي باش تخدم باش نكون موجود معناها توا جوستومون هبطت لخاطر ثم المشاريع نتاع اوبرا كبيره وثم الكونسير افتتاح مدينه الثقافه تبدا كيف كيف وثم بتيتر بروبابلومون دي بروجي دو سينما وثم مسرح زاد بيان سور دونك نحن توا نحضر ونعطيك سكوب ما تحبش اعطيني مراجل عندنا لا توت نوفيل مراجل معناها مراجل في روبه جديده مراجل في روبه جديده نفس الممثلين انا نحكيه على مراجل فيها سفيان فيها محمد الدهش فيها لا ثم تغيير ثم أمام المحرزي ثم تغييرات في الممثلين كمل اعطيني سكوب كامل ما زلنا ما تفهمناش 100% في الكاس نفس المخرج نفس البرودكسيون ولا لا لا نفس البرودكسيون الاخراج باش يكون على عاتقي المره هذه مي سي ان ترافاي سا فايت ان ترافاي ديكيب معناها في الميزون سين وفي الاذاعه وفي السينوغرافي وفي اللي تهبلتي باش يكون ان ترافاي ديكيب اكثر منه انديفيدويل النص لازم اي النص هو معناها النص ماهوش كيما الميزون سين في في الفيرسيون الاولى اي معناها
النص تقريبا مش باش يتغير برشا، لكن ثم حاجه باش تزيدوا، ثم حاجه باش ينقصوا. جو في اكتواليزي النص، لانه اللي كتبت المره الاخرى كتبت على حاجه معناها جو مسيو ريفيري اكثر للكاجوفول دو جون بوال. يعني كانت هي ريفيرونس افيك، كل مره نلقى روحي نبدل حتى وليني ولا تكست اخر. المره هذه يفالي الاكتواليزي، لخاطر تقريبا عام عندنا مع ما لعبناش، وصارت برشا حاجات اون طون، ولازمها تكون اب تو ديت، دونك لازمها لازم ثم توشيك. اون بليس ثم حاجات زاد عبدي ماذا بينا نكررهمش، معناها ثم ثم ديسان اللي يحتمل فيهم شويه تروشيك باش يزيدوا يخفوا اكثر. ليكيب نتاع الاوبرا التونسيه اللي كي تخلقت تلقى فيها روحك انت من اول العباد اللي موجودين، اللي من المؤسسين خلينا نقولوا الاوبرا التونسيه، هيثم الحضيري، ونحكيو على يسرى زاده يسرى زكري. ساعة قبل ما نرجعوا للأوبرا، يسرى زكري وهيثم الحضيري الزوز في العالم، ما كنتش تعملوا حاجة مع بعضكم لبرا؟ والله كان جات الفرصة بخطة، كان جات الأوكازيون اللي أثبت الوجود نتاعو لبرا. أنا راني جيت، أنا جيت توجور أوفير معناها أتوت بروبوزيسيون، معناها ما وبالعكس معناها علاش انت ما تقترحش؟ والله خاطر قبل اقترحت ومعناها وما لقيتش تجاوب، اي ما لقيتش تفاعل كبير، او لقيت تفاعل ماهوش صحيح، معناها قال لي اي داكود نبداو نخدموا وبعد ثم حاجه اخرى. دونك وانا حق تاع ربي معناها انسان عملي، معناها اذا كنت فهمت معاك على بروجي باش تخدم غدوه نبدا نخدم فيه، ما نقمش بعد الجمعه معناها ولا بعد شهر، فهمنا حطينا الخطوط العريضه نتاعو نبدا شنو تبدا الخدمه. معناها كي باش نحكيو على اوبيرا باش تبدا تشوف البارتيسيون نتاعك، باش تشوف لي فيرسيون اللي تخدمت قبل، باش تشوف تبدا تبي دي شيفر لي باساج نتاعك، على خاطر سوري با فاسيل، باش تشوف التكست لو ليفري بيدو تقراه وتقراها معناها ايفونتويلمون باش تقراها اونيتانيا وتقراها فرونسي، على خاطر يزمو تقراها فرونسي. مش كل شيء ثم حتى الكلام في الايطاليان القديم ما عادش موجود، معناها حتى سو كي ميتريز الايطاليان ما عادش يعرفوا، مع اي معناها محتاجين انه ساعه يفسروا حاجه، فما بالك واحد اللي ماهوش معناها في الايطاليان ماهوش كيما الفرونسي كمان. دونك ثم خدمه تسبق انك تبدا البرايف وتبدا هذا كل تخدم. اذا كان لو ترافاي هذاك لو سو في با دون لي ميديا، معناها تو ني با، معناها حاجتين، يا اما تو ني با اسي تو با معناها اسي لي كاباسيتي لو نيفو ديتر اون فري شانتوز دوبيرا، والا تو ني با شو دار او تو ني با شو او بروجي. وانا بالعكس معناها سبقت لي اللي اقترحت عليها هي، اقترحت على حسن الدوس. بعد جو كومبري كو حسن اختار ثنيه اخرى، دونك اون بو بلو بارلي دو لوبيرا فرانشمون، معناها سي اوتر شوز. شنو رايك في الثنيه اللي اخذها حسن الدوس؟ سي ان شوا الثنيات الكل. انا بالعكس اي عرض اللي معناها يبرودوي ويخدم ما نجم كان نقدره، خاطر ماهوش اللي قاعد في الدار ماهوش كيما اللي يخدم. هذا مبدا ايوه، لكن حسين بعد زاد من الاصوات اللي كانت في نفس المجموعه وكنتوا تكونتوا مع بعضكم. اي لا هو لا التكوين، لا التكوين ما تكونش مع بعض، مش في المجموعه الاولى اللي خرج حسين دخل من بعد حسين دخل من بعد، وبعد احنا اول اللي كان اللي اول كونتاكت بيني انا وحسين كان في 50 اور ميوزيك اورغانيزي وقتها من كان لي اسمها طويل تاع مدينه الثقافه اللي كانت من اجل الاهداف اللي كان اسمها نهار ونص هي اللي عملت، وكان من جمله الاقتراح من العباد اللي كانوا يقترحوا الفكره كنت موجود معاهم وقتها في اجتماع مع سي محمد زين عابدين، وقلت بوكوا با نو با فيغ ان كونكور باش نفرقوا على الاقل لي سوليست حاجه ولي كوريست حاجه، ونكونوا نويو ونعرفوه للعباد باش الوقت اللي تحضر لوبيرا دو تونيس نلقاوهم ديجا عندهم بلاصه عندهم بلاصه عند العباد، العباد تعرفهم. إيزون أبريسيي سا، طور الفكرة، طورها بالكدا سي محمد، عمل لي 50 أور ميوزيك، وعملنا الكونكور. غادي وين تقابلت حسين، حسين جا من سوسة وقتها، وباش نعملوا 50 أور ميوزيك. في 50 أور ميوزيك، بون هو ما كملش الكونكور، معناها ما كملش للآخر. أنا جي لو ميور فوا دا تونيزي، أنا ويسرى زكري وهند بن شعبان.
الجائزة أحسن صوت أوبرالي نسائي زاد بالتناصف، والجائزة أحسن صوت رجالي خديتها أنا. وعملنا وقتها لغوميز دي بخي في لوكتوبر ميوزيكال في لاكوربون اليوم، كان افتتاح لوكتوبر ميوزيكال. لوبيرا دي تونس اللي كما قلت قبيليك اللي انتم من العناصر الأساسية اللي أسستوا لوبيرا دي تونس، مازلت باش تقعد موجود معناتها على ذمة لوبيرا دي تونس، ماكش باش تخلي؟ لا، البريوريتي لها. هذا موجود في الكونترا اللي صححته في اسبانيا؟ لا، عندي حرية المطلقة اني بالعكس معناها تبقينا شوف ثم حاجة راي تريز امبورتونت، والجسبير جسبير تكون موجودة في تونس، خاطر توا قل قايل ثم برشا شيء كنت النجم يتعمل عنده مدة لو كان جيت بيان سوتوني هون. داكور، معناها قبل ما كنتش نحس لي ثم غوتار، من بعد حسيت اللي ويت الراف الروتار فوا 4 فوا 5 على خاطر نلقى اللي لو سيستيم جينيرال نتاع الكولتور ماهوش قاعد يعمل في حتى افور باش قاعد يوخر. وبدات الامور بدات مشروع الاوبرا بدا يتمس، غيالمون بدا يتمس. علاش؟ على خاطر حكايه فارغه، على خاطر ثم دي كونفلي ازليه ابديه ما بين الفاعلين في الثقافه. التوا تحلت، ما نعرفش شكون قتلب وشكون، ولا شكون كلاورثت شكون، ولا شكون ما نعرفش شنو الخلاف معناها الازلي الابدي اللي باش يقعد حياته كامله موجود ما بين قامات في البلاد. عيب على خاطر قاعدين ياثروا سلبا على الثقافه حياتهم كامله. معناها العباد هذوما تخدم من التسعينات ومن الثمانينات، التوا ما عملوا حتى شيء قعد في ذهن العباد. سي بيزار كمان. وانت عندك الكومبيتونس هذه الكل، وعندك المعرفه هذه الكل، وصلت وجلت في اوروبا وكذا، جيت لتونس حفلتين ونص ومن بعد جو برون اي اون اتاك، يجي الاخر يحب يعمل حاجه اي اون اتاك، قعدنا كان اون اتاك اون اتاك اون اتاك، وما ثم حتى شيء دو كونكري. حتى ولين وصلت اني جي بخي لا ديسيزيون باش نخرج في 24 وهذه وقعت. J'ai pris la décision et je prends mes valises et je quitte en 24 heures. J'ai laissé tomber mes clubs de chant, mes engagements, ma maison, tout. Parce que j'étais fou furieux. À la khatr, hassit bl les bons balais, hassit. Thumma, qui rase le jaou, ou thumma, bacha chayit bad de l'entre temps. Thumma, abed, der kat le maokf, thumma, abed, chayit, معناها en avance. Et là, j'étais très content. Très bien. Bon, il y a encore beaucoup d'espoir, je garde l'espoir. De toute façon, je ne peux pas ne pas être à la disponibilité de mon pays, quoi que ce soit. Et surtout, l'opéra qui vient de naître. Bravo. Soit je suis le bébé mizien, soit je suis, il va être avorté. Très bien. Très bien. Bravo, Ali. Haytham Lahdiri, Dolly Qayt, Bach Nasmo, l'agnée, Jdida, Tou Kanoun, Guiani, l'agnée, Hadi, Ketbet, Khassisan, Haytham Lahdiri. لا 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 سي ان باتريمون نابوليتان عملته انا روتريز. الخدمه نتاع الموسيقى خدمتها انت؟ اي لكن خاطر الالبوم فيه الروبريز وفيه الجديد. معناها فما غنيات في الالبوم تشوفهم في كليبات اي جدد كتبوا الهاي اي 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 بنا لغه موجودين، ثم العربي وثم ثم غنيه عربي، ثم غنيه تونسيه، ثم روبريز تونسيه زاد في جو الاوبرا ديما. لا 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 لا, لا. مش كل في جو الاوبرا، لا مش كل في جو الاوبرا، تورنادو ماهوش كل اوبرا، تورنادو فيه الجريك وفيه معناها مثلا عندك زوربا زوربا اون فرونسي اي انسترومونتال، ثم لي دو فيرسيون زوربا شاي لا زوربا شاي عصفور مش خايب، ثم لو ليباني، ثم ليجيبسيان اي خاطر نحن تورنادو على الميديتيراني هو سي لوتور الميديتيراني فما معناتها الهنك نتاع العربي نتاع الشرقي نتاع التونسي موجود هذا الكل فما موجود اما في صوت اوبرا اللي يظهر لي معناها الصوت يكون لي لي عادي لا هاك مش تسمع شويه اخر بتالي انت بكري في بالي معناها شنو باش نغني الليل زاهي انا بالاوبرا مش بالاوبرا معناها الصوت يكون كيما توا مش ناخذ اكزومبل الدوس كي غني تحسه ديما فما التامبر نتاع هذاك لا هذاك انا عندي مش موجود مش موجود خاطر هي الحكايه كلها راهو شوف
نعطيكم احسن مثال للانسان اللي خدم برشا اوبرا ويغني شرقي من اروع ما يكون وديع صافي. اي نجم تقول هذاك توا يا اوبرا وهكا في فازت الاوبرا فازت الاوبرا معناها اللغه فازت لكم وديع صافي مش درومي اسمهان صحيح اولهم الكل محمد عبد الوهاب اللي باش نسمعوا اللي حد ما يعرف اللي عبد الوهاب الى جوي دي رول دوبرا دون ناس اي نعم في اوسان دو كونسيرفاتوار اللي كان يقرا فيه كان يقرا في الموسيقى الغربيه كان يقرا في الاوبرا مع الموسيقى الشرقيه وكان يلعب دي رول دو باريتون باسكو لي باريتون لعب دي رول دوبرا وهو مازال جون تري بيان تري بيان مازلنا باش نكملوا بيان سور عمل بعد مسرح غنائي مع منير المهديه بعد بيان سور بيان سور باش نحكيو في هذا الكل وباش نسمعوا برشا غنائي من بعد ان شاء الله نسمعوا السينجل الجديد نتاع هيثم الحذيري من غير ورقه ترى اغنيه تو كانون جياني برافو بلاش ورقه خير برافو برافو امير برافو صحيح نسمع الصوت هذا وبعد راجعين باش نسمعوه في العربي في التونسي في برشا غنائي غاديو مال التونسي تتفرجوا في الفيديو لايف باش تسمعوا الصوت هذا وتشوفوا شكون قاعد يغني وعنا اغنيه قبل ما ناخذ زرقاء فلقه انا في اغنيه نحبها شويه اخرى باش نرجعوا للجو الاخر الليل زاهي الليل زاهي الليل زاهي بصوت بيان سور غناها في الحضره حكي ما قلت لك بليك ما حكيتش على الحضره انا زاد ادخل تبارك الله تبارك الله الى كل شيء معناتها فريمون تبارك الله دونك نسمعوا الليل زاهي قبل ما ناخذ التليفون نسمع فلقه الليل زاهي بالقمر ونجوما وانا زاهي شيخي بابا سلوما الليل زاهي بالقمر وثرايا وانا زاهي شيخ ابن الدرعية يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس والله يعز عليا بابا الأسمر حضرت منصوبة الله مش معناه اللي تغني من ناحية الكاسك حبيت نسمع صوت بلاش كاسك خد بالك جيلي بلي فيه ولا كنت نسمع بصوت برا في آخر لفة شات تبارك الله عليك مش لفة في الأوتوغوت توا جماعة تبارك الله تبارك الله عليك هيثم الحريري بالحق معناتها من أحسن الأصوات العالمية معناتها في التونسي في الشرقي شفتوا مين دور ودور معناها لا ما تهم تهم ما امبرسيوني هذاك قلت حضرة قعدت نغزل من الأول بي أبخي كي غنى لا غنى الحضرة وبرشا غنيات حاضره معناتها انا والله بون عندي طلب وحيد أيه. ليالي الانس في فيينا كان ما حافظش منها نشيخ عليها الاغنيه هذيك أيه. أيه. هي ما الصوت نسائي اكثر أيه. اما تتغنى بصوت اوبرا اللي زاد به معناها الصوت يبدا مليان يعني ناخذ بخاطر امين شويه شويه حاول تغني مش توا بعد الزرقاء الفرق يلا قبل ليالي الانس في فيينا باش ناخذ ليلى في التليفون كان بعدناش برشا من التجربين ليل زاهي كذا يا ليلى عسلامة عسلامة شنحوالك شنحوالكم مساء النور وشنحوالكم لاباس الله الحمد لله كنا لاباس نسألوا عليك دونك ليلى انت لاباس ولا اليوم مليون و200 خاطر ليلى صوتكم خير مليون عايش باهي ريت اللي يكبر قلبه راهو يربح يا ليلى هياك هاو مالا مش لازم نلعبوا هيثم نشوفوا هيثم قلت ليلى جوكم محبيه والله يعيشك انت يا احلى في البيت ديما نحبكم ونسمعكم وهكا عامله ياسر جو عايشه ان شاء الله ديما عامله جو انت المستمعين الكل داير هذايا
هذا البيوت بتاعنا غير هدف الدنيا. والله صدقني انتم ما احلاكم، ما احلى صوتكم، ما احلى جوكم. هاي ما لفك علينا من وسخ الدنيا، خلينا ناخذ واحد اخر. كم واحد اخر يحب على وسخ يحب على وسخ الدنيا. لا انت ما دام كبرت قلبك القرعه تحت عندك انت. أيوة. كيفاش هكا قلبك به يا ليلى يا اخي؟ اليوم انت هاك مزهره والقرعه تحت عندك انت. دونك ليلى لعبتنا تعرفها؟ هذا بك ديما تسمع فينا. تفهمني؟ اي. زيد نفهمك مش مشكل. نختاروا حرف دقيقة كاملة أمير دريدي. نتم بعد نقول لك الحرف. دقيقة كاملة أمير دريدي يقعد يحكي معك، ما لازمكش تنطق بكل، سيرتو ما تسكتش يا ليلى أكثر من ثلاثة سكوندات. ما تقعدش تعاود في نفس الإجابة. وليزيتاسيون. ما تقعدش مهما كالإيزيتاسيون، مهما شنو باش تجاوب، فهمت؟ تتكلم ديما تكلم، أما حاول ما تنطقش الحرف. عاش نزيد نسهل لك مثال خاطر القلب ما أحلاه، حتى تجاوب إجابة غلطة مش مشكل. اي وكيما سؤال ما يعجبنيش هي بربي والله. سؤال ما يعجبكش قول ما نجاوبش عليه. شنو ما نجاوبش نسالك على سؤال ما يعجبك جاوب عليه بطريقه غلطه. فهمت ليلى؟ اه نقول لي مثلا تفتح نقول لك الصبر. يا ليلى ليلى كي سؤال ما يعجبكش غادر الحصه. ليش ما تجاوب عليه بالغلط؟ المهم في السياق نتاع السؤال. جوستومون المهم في السياق، ما تهربش بينا للموضوع اخر، اوكي ليلى؟ اي نقول لك بدل وكا هو. لا 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 مش مشكل باهي اوكي يلا. دونك حرف اليوم ما هو حرف الميم؟ حرف الماء. ميمة. دقيقة كاملة ما نحبش نسمع ميم جملة يا ليلى باش تربح معانا المليون و200. والله يا ربي ان شاء الله ديما نسمع فيكم وهاوكا سعيد هو. لا لا ان شاء الله لاباس لاباس ليلى قلبك باهي. اسمع سعيد في رزن الفلوس. فوالا حتى هما مليون و200. عندك الحق. ليلى نبداو حاضرة؟ إن شاء الله برنت وقت على ربي. يلا خذوا نفاس خاطر على ربي تسويت الزلقة الفلقة. الزلقة الفلقة 100% كاش. ليلى على السلامة. أهلا يا باهي يا تحفور. سافا؟ سافا بيان. الحمد لله. ليلى منين أنت بالضبط؟ عطاوي. شنو في شنو؟ عطاوين حي الحب. شنو في الدنيا؟ في الدار حتى شيء. حتى شيء باهي. صباح كي قمت أول حاجة عملتها اليوم اليوم ها؟ جيت كاسكروت بالزبدة. إيه؟ جريت فوتينغ. نعم؟ جريت فوتينغ. جريت فوتينغ باهي. ليلى تعرفوا هيثم الحضيري ضيفنا اليوم ولا؟ بالطبيعة أعرفه. بالطبيعة أعرفه، كيفاش تعرفوا؟ منين عرفته؟ حاذق وباهي. حاذق وباهي، منين تعرفه أنت؟ يغني. يغني منين؟ فين سمعته؟ في تطاوين. في تطاوين سمعته في راديو في التلفزة في غناية فيش هكاك في راديو. قد عندك تكلم فينا ليلى؟ برشا. من وقت ايش؟ في سبعين. سبعين بالمئة سبعين بالأشمان. سمعت الغن نسخالها وفين نسخالها خسر. ليلى رافو. برافو برافو, برافو. يا ليلى مليون وميتين. قلبك باهي تربح. برجولية برجولية جاوبت ولعبت بالباهي وجاوبت على الكل يا ليلى. لا برافو ليلى برجولية. حتى درج ما تنطقش منها. اي اي لا تبارك الله عليها وتحكي ويا تحفون وينو كل لاباس وعملت فوتينغ ومنين جابتهم عالمية. برافو يا ليلى. هاني على بعض وهكيت هاني نجاوبها. لا وجاوبت صحيح. لا لا معناها بالحق صون فوت معناها مليون و200 في بلاصتهم. وي وي برجوليه ليلى انت الوحيده اللي تستحق المليون و200 في اللي لعبوا. لا تستحق حتى اللي جاوبت جاوبت بالصحيح ومش بنفس الحرف صحيح وتحسها تجاوب صحيح. تعرف تطاوين وتعرف معناها حي الحب. ما حي الحب موجود في حي الحب. القات حي. القات حي دبر راسه موجود. حي الحب. ماني نحبكم ماني نحبكم. عايش ليلى ميرسي بوكو ان شاء الله مبروك مليون و200 كاش اليوم تربحوا. دونك غدوا نلعبوا على 100 دينار كيما العاده ونهار واحد فيفري نورمالمون ماكسيموم عندنا 300 دينار في الكانيوتا نهار واحد فيفري. دونك مرحبا بتليفوناتك مع 72 328 500 طلبوا معنا في الايامات الجايه. سينو اذا كان تحبوا تستناو الكانيوتا نتاع لو 1 فيفري دونك تطلبونا على 72 328 600 الموزع الصوتي تسجلوا اكثر دي زانديس اللي كونوا انتم قاعدين تتبعوا فينا. شنو رايك فيها هاي صعيبه ساعه اللعبه ولا صعيبه؟ صعيبه ما هي بالحق. وراو كي تلعبها تحس هي صعيبه بالحق. انا بورتو هكا ديما معاها وساعات نقول هاي نلعبوا زرقاء فلقه عمري ما ربحت. والله به نكملوا مع هيثم الحذيري ضيفنا اليوم في ترانكيلا. كنا نحكيو في اغنيه من الالبوم الجديد التورنادو دونك الاغنيه اسمها تو اون جاني
توكا اون جيان يعطيني الورقه توكا اون جيان الورقه ورقتك عندك باهي اوكي فوالا دونك الغنايه هذه اللي كنا نحكيوا عليها وسمعناها وسمعنا شويه العربي دونك هيثم كنا نحكيوا على الغنايه بالعربي ساعه فما شكون استعمل الاوبرا وغنى بالعربي كما حسين الدوس وكما التجربه اللي عملتها انا مع نسق ليجان من 2012 لكن هيثم قلت لنا في الالبوم اللي كانوا فما غناء عربي وتونسي اما راهو ما عنده حتى علاقه بالاوبرا اي توا قاعد نحضر في ريبريز الحاجه التونسيه يظهر لي اللي عندها معنى يعني يعيشوا فيه الكل فهكا خممت معناها فكرت في الموضوع قلت اي بوكوا با قبل ما باش نسمع حاجه اخرى الشهوه نتاع الشهوه اي عروس جديد راه هاي صار بكل شيء بالبركه عايش دونك الشهوه تامين هلال شويه بركه مقطع الاولاني حافظها ليالي الأنس في فيينا نسمها منها والجنة ليالي الأنس في فيينا نسمها منها والجنة نغم في الجو لونمنا سمع الطير بكى وغنى برافو 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 باهي توا خويا باش نسمعكم حاجه انت مقبيله يحب يسمع هو بصوته باش لا بصوت هيثم باش نسمع باش تسمعني انت خلينا نخرج باش نسمعكم حاجه بصوت هيثم عالميه أما عربي شرقي وفازات والدنيا عبد الوهاب عبد الوهاب أسمع خويا زيدوا شوية ولا من غير ما تزيدوا نقصوا على الأخر تو يوصل السوق يلا بلون يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفى يا قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفى يا قلبي انا مسلم دعني دموها بتتكلم دعني دموها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني اللي تبعد عني اللي تبعد عني وتشغلني براف بينا ما عادش نتكلموا نغنيوا كهو والله ماذا بينا هز فينا سافرنا دايوغ هي الغنية مسافر وحدك ما سافرتش وحدك سافرنا معك هيثم الحديد الخدمة في تونس معناتها كي باش تدخل المرشي التونسي خلينا نقول ولا العربي كيفاش هيثم الحذيري يخمم بين اغنية نجمو ندخلوا ابار لوبيرا بيان سور اي هي الريبريز نتاع حال نتاع الحاجة الريبريز تاع شنو هي الاغنية نجمو ندخلوا اما 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 يعني شوف المرشي التونسي انا راه فيه انه ينجم يساع كما يقولوا المصري يسعى من الحبايب ألف نجم الألوان الكل تكون موجودة في بعضها
موجوده مع بعضها، وكل لون عنده 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 البيبليك بتاعه. معناها يفو جوست انه لوتر بارتي دو ترافاي اللي هي توسكي اعلام وتوسكي سبونسورينغ وتوسكي ماديات اللي هما توا مصبوبين الرافيون في جهه برك. شو معناك؟ معناها في لون او لونين برك. ثم الاخرين بون يفو سي اونيد نوع نتاع موسيقى يفو ايدي لي زوتر. نعطيهم نفس المساحه، نعطيهم فرد فرص. لو بوبليك يحكم. كان ما جبتليش بوبليك، وكان البوبليك نتاعك او كان اللي قد تقدم فيه انت ماهوش او نيفو، وقتها تولي مسؤوليه الفنان. بالضبط. مي معناها ديما خد عندنا ست فوتاز اللي تاخذ الاوبيرا نتاعنا يا اخي توا الاغنيه در شنو نتاعنا، كان عملت كلاسيك شرقي تبوك نسمعوا فيه ونعاودوا هذاك، كان عملت جديد شنيا نمبورت كوا تعمل فيه در شنو، كان عملت اوبيرا مش نتاعنا، كان عملت راب تقول لك در شنو. معناها راهو ديما باش تلقى شكون تقول لك ربي فاش قاعد تعمل، نوليو في طياريه الناس الكل، نحترموا في طياريه بيان سور معناها بيان سور لا عبد يولي ناحي الموسيقى وكهو يعمل حاجه اخرى. نو يفو با معناها يفو يفو باقينا يفو زاد انتيليجون كومون اتيغي لاتونسيون دو بوبليك. راهو باقي نمن اللي الفنان هو اللي يغير البوبليك ماهوش العكس. وراهو الفنان ما يهبطش البوبليك، راهو البوبليك يطلع للفنان. ما يطلعلوش وحده. الفنان هو اللي يطلع البوبليك. هو يعمل ليفور باش يطلع البيبليك نتاعو. ما تمنش ما قلت الجمهور عايز كده. لا 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 إيه نخليه ما نخليه انا ناثر عليه حتى ولين يولي عايز كده. يولي عايز لي عايز. اوصل لي اوصل لي وقت اللي وقت اللي تخلى على الرياحي باش يغني هو هو الهادي الجويني. راه تعرف شنو كان يتقال في تونس؟ تعرف شكون كان يغني؟ كانت تغني حبيبه مسيكا واشير ودليله مزراحي. اللي تعرفوا كلكم الكلام اللي كان يتقال. أي. يعني هو الطفهم وانظفهم واخفهم واحد هو كان ما شيخ العفريت اللي تنجم تنجم المراه مع بنتها تنجم تسمع صحن شيخ العفريت سينو باقي الكل ما يتسمعش حاجه ما تتحكيش بالكل. صحيح. يجي ان سيغتان علي الرياحي وان سيغتان هادي جويني يرجعوا الببليك انه يسمع كلام نظيف ويرفض الكلام هذاك. خلنا نسمعوا حاجه لعلي الرياحي قبل ما توفى ليميسيون. نسمعوا حاجه لعلي الرياحي. حاجه لعلي الرياحي. الكبير. للكبير بيان سور. اي. إلى عالم يضحك يضحك والدنيا الدنيا تغني. والدنيا الدنيا الدنيا والدنيا الدنيا تغني وفكر سارح في نشوة قلبي والفكر سارح في نشوة قلبي وانت معايا وانا متهني وانت معايا وانا متهني لا نشبع منك لا تشبع مني لا نشبع منك لا تشبع مني والعالم يضحك. الله 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 واحنا ما نشبش نشبعوا ما نشبش نشبعوا منك هيثم الحذيري. برافو عليك يعطيك الصحه ميرسي بوكو على حضورك اليوم معنا في سيتي تري اغريابل على الاخر على الاخر على الاخر بالحق مش كل يوم ينجم يكون بحذاه نظيف عنده صوت من النوع هذا نكونوا شيخين معاه بالطريقه هذه. مين هلال شكون ربح معنا في بونت ولا سيكستو؟ دالي السوسي هو اللي ربح معنا واللي جاب الاجابه صحيحه. مين بن عمر انتقل الفريق اهلي جده السعودي واخبار يجينا سخون تويكا. معتز الزمزمي لاعب النادي الافريقي انتقل الى نادي ستراسبورغ الفرنسي. دونك اخبار يفرح وموا في وسط الهجره في وسط الهجره للسعوديه. جوار يمشي الفريق في الدرجه الاولى الفرنسيه حاجه تحسب ويظل لي باه يطلق قبل كوب دي موند ينجم يكون بارمي لي شوا نتاع نبيل معلول. دونك هذايا اخبار مزيكي خلينا نقولوا سخون وغدا باش يسافر لفرنسا باش يقوم بالفحوصات الطبيه. خبير اكثر تفاصيل نورمالمون فما في نشره العشره مع فاضل العريبي اكثر تفاصيل على صفقه معتز الزمزمي. فوالا دونك هاي
هيثم ميرسي بوكو مرة أخرى. ميرسي أبو، ونحيي الناس الكل يسمعوا فينا، ونحيي الغاديو ميد وتوت ليكيب. جينيال الميسيون، عجبتني برشا. عايشك، ميرسي هيثم، ميرسي رغبة حباشة، أحمد المناري صديقنا دونك المرافق نتاع هيثم، مروة المعموري، أمير دريدي، وهامين إهلال. نقول لكم بون سواري، أ دومان كيما العادة، غدوة 100 دينار للربح.